من مرفق المدافع. لاحظ الصعود كان مؤلما جدا بالفعل. ديفيد نافارو يصعد والكرة بالمرفق أو المدافع الآخر ديفيد نافارو أو خوافران هو الذي صعد وأصاب كريستيانو رونالدو بمرفقه. هذه منطقة رقيقة جدا، منطقة الحاجب، معروف أنه في مباراة الملاكمة يتم التركيز عليها لأن أرق جلد في الوجه وفوق العظم مباشرة هو منطقة الحاجب، وبالتالي الإصابة بالجرح. سلاحظوا كيف قفز مدافعان. نعم، إذن ديفيد نافارو هو الذي أصاب كريستيانو رونالدو وكان المرفق مرفوعة الخطيرة جدا هذه اللقطة، وكان من الممكن أن تكون مضرة أكثر باتجاه العين هنا كريستيانو عندما سقط ومنظر الدماء يغطي عينه. طبعا منظر مؤلم، منظر مزعج، وخصوصا إذا كان لنجم كبير من هذا الحجم اللاعب.